كلمه اصبر. ما هو ضعف الواحد؟ ضعف الواحد زين الدين اذا ضعف الواحد هو اثم. اذا هنا قاعده حتى نجد ضعف عدد العدد زائد نفسه. قال لي ما هو ضعف الواحد؟ شدير ندير واحد زائد واحد. لاحظ الان اثنان زائد اثنان تساوي بالاصبع. اثنان زائد اثنان كم تساوي ماريا؟ أربعة. اذا تبع شنقول احمد تبع ضعف الاثنان هو أربعة. ضعف الواحد اثنان. لماذا؟ لان واحد زائد واحد تساوي اثنان. جيد. ضعف الاثنان هو أربعة. لماذا؟ لأن واحد زائد واحد تساوي أربعة. هذه في واحد زائد واحد تساوي اثنان. صح في الأربعة اثنان زائد اثنان تساوي أربعة. فهمنا؟ ركز ماريا ركزي خلطت لك. ثلاثة زائد ثلاثة تساوي ستة. إذا ماذا نقول؟ تبع زكريا ماذا نقول؟ ضعف الثلاثة هو ستة. ضعف الثلاثة هو ستة. لماذا؟ بالأصبع قولي لماذا؟ لماذا ضعف الثلاثة هو ستة؟ توبة. لأن ثلاثة زائد ثلاثة تساوي ستة. جيد جيد. الآن تبع أربعة زائد أربعة تساوي تبع ماذا نقول؟ ضعف الأربعة ثمانية. شو نقول لماذا؟ لماذا ضعف الأربعة هو ثمانية؟ لماذا؟ أريد لأن أربعة زائد أربعة تساوي ثمانية. جيد تساوي ثمانية. خلاص؟ طيب تبع الآن خمسة زائد خمسة كم تساوي؟ عشرة. طيب ماذا نقول؟ تبع 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 بالاصبع الان عم الامير ماذا نقول؟ ريال ضعف الخمسة هو بالاصبع. ضعف الخمسة هو هيدا عشرة. ضعف الخمسة شو تقولوا له؟ تبع تبع ضعف الخمسة وعشرة. شكون يقول لي لماذا؟ لماذا ضعف الخمسة وعشرة؟ عشرة لأن خمسة زائد خمسة تساوي ضعف الخمسة وعشرة لأن خمسة زائد خمسة تساوي عشرة. سهل. تبع الآن ستة زائد ستة كم تساوي؟ تبع جيد 12. الآن ماذا نقول؟ تبع بالأصبع بالأصبع. ماذا نقول؟ ضعف الستة هو بالأصبع. ضعف الستة هو جليل 12. ضعف الستة هو 12. لماذا؟ شكون يقول لي لماذا؟ سامع ستة مرات. لماذا ضعف الستة و12؟ لماذا؟ محمد أمين سألنا ستة زائد ستة تساوي 10. 10 كم تساوي؟ 12. لأن 6 زائد 6 تساوي 12. إذا ضعف 6 و 12. تبع معي نعاودوا. ضعف الواحد 2. ضعف الاثنان 4. ضعف الثلاثة 6. ضعف الأربعة 8. ضعف الخمسة ضعف الستة 12. طيب الآن نروح للسبعة. تبع روحوا للسبعة. سبعة زائد سبعة بالأصبع بالأصبع بالأصبع. سبعة زائد سبعة بالأصبع عشر. جيد 14. جيد 14. إذا ماذا نقول؟ تبع نقول ضعف السبعة هو 14. ما سمعتش.
طيب راكم قلت تبع احمد، احمد زكريا ريان راكم كمل الدرس ونهضر معاك. قلت لكم كي كنا نشرح تبع. اذا راكم قلتوا لي ضعف السبعه هو 14. لماذا؟ شكون يقول لي لماذا؟ لماذا ضعف السبعة هو 14؟ رزاق. لأن سبعة زائد سبعة تساوي 14. جيد. لأن سبعة زائد سبعة تساوي 14. جيد. الآن نزيدوا. تبع. الآن ثمانية زائد ثمانية كم تساوي بالأصبع؟ بالأصبع. هذا جيد. 8 زائد 8 يلا عبد الجميل 16 اعد 16 8 زائد 8 16 طيب الان تبع معي بالاصل 16 تبع الان ما هو ضعف الثمانية بالاصل ما هو ضعف الثمانية هيا ثمانية ضعف الثمانية شعال هو هذا عليها شعال ستة ضعف الثمانية ضعف الثمانية ضعف الثمانية طيب الآن شكون يقول لي لماذا لماذا ضعف الثمانية هو 16 لماذا أشرف جيد أعد الجواب محمد محمد لماذا ضعف الثمانية 16 لأن زائد لأن زائد لأن ثمانية لأن ثمانية زائد ثمانية تساوي 16 أعد نور لأن تبع تبع ركلاك 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 زينب لماذا ضعف الثمانية 16 زينب ثمان لأن ثمانية زائد ثمانية تساوي 16 جيد تبع معي الآن الآن روحوا للتسعة تبع معي تسعة زائد تسعة كم تساوي بالأصبع؟ بالأصبع تسعة زائد تسعة كم تساوي؟ رحاب 14 لا رحاب اللي تساوي 14 هي سبعة زائد سبعة رحاب رحاب قلنا أضرب بالأصبع هذا بدا ترتيب قلنا بالأصبع رحاب سبعة زائد سبعة هي 14 احنا رانا في التسعة رحاب تسعة زائد تسعة كم تساوي؟ ريما ليس 19 لا لا من هذا الجواب الصحيح 9 زائد 9 يلا توبه 18 جاي توبه 18 ريحه عاودي 9 زائد 9 كم تساوي 18 جاي محمد 9 زائد 9 18 ادم 9 زائد 9 طيب تبع الآن ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ نقول ضعف التسعة هو 18 أعد قاع الجملة 18 لا عاودوا لي ضعف التسعة 18 ضعف التسعة 18 ضعف التسعة 18 طيب زيدوا الآن تبع والأصبع اللي زيد يضرب لا أصبع اللي خلص عشرة زائد عشرة كم تساوي عبد الكريم عشرون جيد عشرون عشرون لا احنا في اليد يد واحدة يد واحدة هذه كم فيها من أصبع في الأصبع عريضة عشرة هذه فيها عشرة يد واحدة واحدة مريم خمسة فيها خمسة طيب ويد أخرى كم فيها؟ أحمد خمسة إذا خمسة زائد خمسة كم تساوي؟ بالأصبع
عشرة درناها خمسة زاد خمسة عشرة. طيب الآن تبع معي، هذو عشرة ونزيد لهم عشرة واحدة أخرين توبة عشرون. طيب يلا نحسب حتى العشرون مع بعض. تبع معي سبعة زائد سبعة
تساوي أربعة. تبع كده كده يا ريحه، تبع تبع مليح. قال لي حكى لك مره طويله. عائشه نوضي، عائشه ما هو ضعف العشره؟ ضعف العشره عائشه 20. جيد، ضعف العشره هو 20. لماذا عائشه؟ عائشه قولي لي لماذا ضعف العشره هو 20؟ سبقوا عليها. هيثم نور، هيثم ما هو ضعف واحد؟ ضعف واحد هيثم، ضعف واحد ضعفه شعر اثنان. واحد شعر ضعف بتاعه واثنان. طيب هيثم أنبني لماذا ضعف الواحد واثنان؟ لماذا؟ لأن جيد، سبقوا عليه. توا ما هو ضعف 11؟ 22. جيد، ضعف 11 هو 22. طيب توا لماذا ضعف 11 و 22؟ لأن 11 زائد 11 تساوي 22. أريج نور، ما هو ضعف 3؟ 6. لماذا أريج؟ جيد. ريان، ما هو ضعف 4؟ 8. جيد، لماذا ريان؟ لأن 4 زائد 4 تساوي 8. جيد. ياسر، ما هو ضعف 6؟ ضعف 6 شحال ياسر؟ 12. لماذا؟ لأن 6 زائد 6 تساوي 12. جيد. رضا نور، رضا ما هو ضعف 3؟ ضعف 3 رضا. لماذا ضعف 3 و 6؟ لأن 3 زائد 3 تساوي 6. اقعدوا تتبع ماكش تتبع. خلاص؟ نعم. عرفنا الضعف خلاص؟